هذه الدول سواء ابتعد الزمن او اقترب هتفكر كويس وهتلاقي ان التصرفات اللي بتصرفها دي كانت غلط. وانا متاكد ان الحكومه الايرانيه دلوقتي بتراجع نفسها بعد ما مصر وجهت لها انذار شديد اللهجه. والحقيقه هم كانوا مطلعين بيان على استحياء، لكن اعتبرناه شديد امر لا ينبغي قبوله بالمره، وتدخل من قائم بالاعمال، وهو مش قائم بالاعمال كمان، ده هو رئيس مكتب رعايه مصالح، لان العلاقات ما فيش علاقات دبلوماسيه. فالرد اللي وزاره الخارجيه ردت بيه بقوه وبشده، لو تلاحظ ايران من ساعتها ما فيش حد اتكلم من عندهم حاجه. مساله الاسلام بس عايز اتكلم عليها بسرعه. كان هناك من ضمن المخطط للمحافظين الجدد وفي مراكز الابحاث الامريكيه هي تحويل المنطقه الى صراع مذهبي شيعي سني. فليس مصلحه النظام الايراني ابدا دعم، بدليل لما جه هنا احمد نجاد شوف الاخوان المسلمين عملوا فيه ايه والسلفيين عملوا فيه ايه. المساله نحن ينبغي ان نخمد هذه الفكره الخاطئه عن اداره الدول عن طريق السماء، لان السماء اعطتنا تعاليمها عشان نتعبد بها، اما حياتنا على الارض ففيها مصالح، فيها بحث بالعقل عما ينفع الناس في الارض، وهو ده اللي ينبغي ان احنا نطلع عليه. وانا اظن الايرانيين عاقلين جدا، وهم هيتوصلوا في النهايه ان مصلحه ايران، مصلحه تركيا ومصر، وهم الثلاث اعمده الرئيسيه في الاقليم، ان هم في لحظه ما قد تكون في مستقبل قريب او بعيد ان هم يبحثوا عن وسائل ورديه مشتركه. هل يا فندم محتاجين ان يجبروا على ان يستوعبوا هذا الدرس؟ في السياسه ما نقدرش نقول اجبار، انما نقول ازاي اوصل واوضح لهم ان هذا ليس في مصلحتهم، والايام بتثبت لهم ذلك. هتوضح لهم ازاي يا فندم؟ هتوضح لهم ازاي؟ اديك مثال، تركيا مثلا لما تبدا خسائرها الاقتصاديه تبقى واضحه جدا للعيان، ان جزء كبير من العرب دلوقتي اللي هم متعاطفين مع الشعب المصري بدا يعاقبوهم سياحيا، واعتقد انها ممكن تعاقب في البضائع بتاعتها اللي بتنزل كمان. احنا موقعين معاها اتفاقيه تجاريه، لغايه دلوقتي مصر ما قربتش من المساله دي، لكن ممكن في مرحله ما ان يرفع هذا الحاجز. طب معلش سفير، الوقت انتهى، ولكن يعني اسمح لي، ما هي مؤشرات ان مصر، ده اتكلمنا فيه قبل الفاصل، اسمح لي ان نعيد والوقت انتهى. بايجاز شديد ارجوك، ما هي المؤشر الذي تستطيع هذه الدول ان تلتقطه بان مصر رغم هذه الكبوه ورغم حاله الضعف الشديده في كل تفاصيلها الاجتماعيه والانسانيه والامنيه، وحتى على الرغم من المجهود الدبلوماسي الذي يبذل، ولكن حاله الضعف، هل من مؤشر نستطيع ان نقتبسه ونقول ان مصر قادره على ان تتجاوز هذه المرحله وتعود دوله صحيحه مش زي ما كانت قبل 25، دوله صحيحه بمعنى الدوله الصحيحه؟ البدايه يوم 14 و15 يناير اللي جاي، الشعب المصري كله لابد ان يرسل رساله واضحه قويه ساحقه لكل هذه الاراجيف وكل هذه الاكاذيب، ويقول لكل العالم ان الشعب المصري يمتلك قراره ويمتلك استقلاله، ولن يسمح لاحد بالتدخل في شؤونه الداخليه، واننا على استعداد للتعاون مع من يريد التعاون معنا، واما من يريد ان يتخذ موقفا عدائيا فسوف يجعله الشعب المصري يدفع ثمنا باهظا. 14 و15 يناير هو ده الرد اللي يجب كل شعب مصر يبعثوا لكل هذه العواصم، واعتقد ان ساعتها هيبطلوا غباء. تعليق اخير، تعليق اخير بس، انا هشير نقطه سريعه فيما يخص مصالح ايران في مصر. عليك فورا ان تنظر الى التفاهم والتنسيق الكبير المصري السعودي الاماراتي الكويتي، هذا كفيل بان يهدد النفوذ الايراني في دول الخليج العربي. هذه نقطه. فيما يخص مصر، هذا التحالف المصري هو نواه لتحالف عربي، ونتمنى ان يكون مشروع عربي تقوده مصر بعد ان تتجاوز هذه العثرة التي نحن على أبواب الخروج منها. تحياتي فندم ليك استاذ خالد ابو بكر، وانت رئيس قسم الاخبار في صحيفه الشروق. اهلا بك يا فندم، واشكرك انت ايضا سيد معصوم مرزوق، وانت مساعد وزير الخارجيه الاسبق. شكرا جزيلا على شكرا جزيلا. بعد قليل مشاهدينا حوارنا الثاني عن اخبار اقتصاديه قد تكون مبشره للشعب المصري في الفتره المقبله باذن الله. وسط توقعات بتعافي الاقتصاد المصري مع بداية العام الجديد والانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه،
تساهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 20 مليار جنيه. وأوضح نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة، سيبدأ صرفها مع نهاية شهر يناير الحالي في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة. وأكد نائب رئيس الوزراء أن حزمتي التحفيز البالغتين 60 مليارا تصرف في مشروعات البنية التحتية، وهو ما يساهم في دفع عجلة التنمية في قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة. وأكد بهاء الدين أن الاقتصاد المصري اليوم وبالرغم مما يواجهه من مصاعب وتحديات إلا أنه في إطار أكثر استقرارا، حيث تتوافر فيه المواد والاحتياطات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا إلى الدوران، وتضخ الأموال في البنية التحتية، وتعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية. كانت الحكومة قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة نحو 30 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي شهد اضطرابات عدة منذ ثورة 25 من يناير. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. زي ما قلنا في بداية الحلقة انه كان في تصريحات مباشرة للدكتور زياد بهاء الدين بخصوص استثمارات قدرها 30 مليار جنيه في مصر. الامارات العربية المتحدة لوحدها وفقا للتصريح هتساهم بمبلغ 20 مليار. الحقيقة يعني طبعا هذه الارقام لابد من تبسيطها وتقريبها عشان نفهمها كلنا كمواطنين مصريين ازاي هيتم تنفيذ هذه الاستثمارات في ارض على أرض الواقع، طبيعة المشروعات اللي هيتم استثمارها، الأماكن أو المجالات اللي هيتم فيها الاستثمار، وكيف سيشعر المواطن المصري بثمار هذه الاستثمارات على المدى القريب أو البعيد. أسئلة عديدة نطرحها على ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور، ابتداء الجزء المرتبط بهذا الرقم، لكن قبل ما نتكلم على رقم 30 مليار جنيه هي استثمارات ستكون في مصر في الفترة القادمة، لكن جزء من تصريح السيد زياد بهاء الدين قال انه مصر كانت على حافة الهاوية، ما هي مؤشرات ذلك؟ يعني كيف يقاس انه دولة على شفا الانهيار او دولة في مرحلة نهوض؟ كيف نقيم هذا التصريح انه مصر كانت على حافة الانهيار؟ مؤشرات ذلك؟ يعني في مجموعه مؤشرات مهمه جدا الكل يعلمها، هي زياده عجز الموازنه عن نسبه معينه. يعني عندما يزيد عجز الموازنه عن 10% فهنا يدق ناقوس الخطر. عندما تصل نسبه تغطيه الصادرات للواردات الى اقل من 50% فهنا يدق ناقوس الخطر. عندما يقل الاحتياطي من العملات الاجنبيه عن تغطيه على الاقل 3 أو 6 شهور من الواردات فهنا يعني يدق ناقوس الخطر. عندما لا يكون سعر صرف العملة المصرية أو العملة المحلية ثابت فهنا يدق نفوس الخطر. يعني أعتقد أن هذه المؤشرات كان السلبية كان بيعاني منها الاقتصاد المصري خلال العامين الآخرين على الأقل. تآكل الاحتياطي من حوالي 36 مليار جنيه إلى أقل من 12 مليار جنيه في بعض الأوقات. صادرات إلى حد ما إن لم تكن تقل فهي ثابتة. الواردات بتزيد بما يزيد عن 30%. هذه هي المؤشرات التي يمكن أن نقيس بها أن هناك اقتصاد إما على شفا الإفلاس أو على شفا على حافة الهوية كما يقال. طب احنا كان اللي دعم مصر الفترة اللي فاتت الحقيقة كانت المساعدات السعودية الكويتية الإماراتية، وكان في مساندة من بعض الدول العربية. النهاردة احنا في احتياج شديد استثمار لشغل في مصر لإنتاج في مصر عشان العجلة تدور. هذا التصريح عن 30 مليار جنيه استثمارات منهم 20 مليار لواحد ده من الإمارات العربية المتحدة. فدينا تفصيل عن هذا الرقم وكيف يكون يعني الاستثمار على أرض الواقع فيه. يعني أنا سمعت زي حضرتك التصريحات، لكن المسألة بشكل رسمي بتقول إن رئيس الجمهورية في أصدر القرار في 23 أكتوبر القرار 105 لسنة 2013 بأن البنك المركزي يشتري ما قدره حوالي 9 مليار دولار أمريكي، هو عبارة عن حساب مبالغ واردة من بعض الدول العربية. 9 مليار دولار أمريكي دولا يعني حتى بتبقى لنص القرار رئيس الجمهورية كانوا حوالي 61 مليار جنيه، تم تقسيمهم لنصين، النصف اللي هو كان الحزمة التحفيزية الأولى
والنصف الاخر اللي هو بيتكلم على بتكلم عليه الحكومه. اما 20 مليار من قطر من الامارات او من غيره انا شخصيا لا املك تفاصيل، لكن الحزمه التحفيزيه اللي بنتكلم عليها مع 30 مليار هم اساسا كانوا موجودين حوالي 9 مليار دولار لدى البنك المركزي، تم بقرار من رئيس الجمهوريه قسمتهم لنصفين، نصف اللي هو 29.8 مليار جنيه تم استخدامه في ما يسمى بالحزمه التحفيزيه الاخرى، وكان المفروض ان الرصيد الباقي اللي هو 29 مليار الاخرين كان المفروض انهم حساب لدى وزاره لدى البنك المركزي لوزاره الماليه. كلهم بقى يستخدموا في استثمارات مش في استثمارات، طبقا برضه للقرار المفروض ان الحد الاقصى للاستثمار المسموح به هو اقل من 16 مليار دولار. يعني حوالي 15.8 مليار دولار ما يسمى بتشجيع الاستثمار او شراء اصول غير ماليه. طب نفهم النقطه دي، يعني ايه تشجيع الاستثمار؟ حزمه تحفيزيه لتشجيع الاستثمار. يعني هي الحزمه الاولى يعني طبقا للكلام اللي نشر رسميا وبقرار رئيس الجمهوريه تم استخدام الحزمه الاولى في بناء بعض الكباري، ترفيق حوالي 36 منطقه صناعيه، سداد بعض الاموال للموردين، مصروفات الدراسيه اللي تم الاعفاء منها سواء للمدن الجامعيه لبعض الطلبه او للتلاميذ المدارس الابتدائيه. دي كانت الحزمه، وانا اعتقد ان كاي اقتصاد يعني في المرحله اللي كانوا بيتكلموا عليها واللي لسه الاستاذ كان بيتكلم عليها، عندما تكون دوله على حافه الانهيار بتحتاج الى ما يسمى بالحقل. ومن هنا الحكومه اللي كانت موجوده وجدت ان انها عندما تستخدم بعض الاموال التي لديها من اجل تشجيع الاستثمار سواء بقى لبناء مدارس او لبناء وحدات سكنيه منخفضه التكاليف لمحدود الدخل او حتى بناء شبكات يعني تدعيم شبكات الكهرباء حتى لا تقطع الكهرباء، توصيل الغاز الطبيعي، ده ما تم استخدامه للحزمه الاولى اللي هي المفروض كان يبدا الاقتصاد المصري يشعر بثمرها. مسكنات لا هي مش مسكنات، لما الكهرباء يكون في وفره في الكهرباء يكون في وفره في الغاز عشان الناس ما تحسش بمشاكل حياتيه. احنا محتاجين مصانع. ما هو ده بقى برضه في الاخر بيزود قدره الاستثمار على العمل. يعني لما تكون الكهرباء مستمره يبقى هنا اي مصنع موجود مش هيحصل فيه دروب ولا تعطل في خطوط انتاجه، لما يكون السكك الطرق نفسها سليمه فيبقى امكانيات نقل السلع والخدمات سواء بقى المستلزمات الانتاج او غيرها ده بيبقى وارد. ده في حد ذاته هو بيبقى عوامل مشجعه للاستثمار. يعني الحكومه عندما تضخ اموال سواء في البنيه الاساسيه او حتى لتحفيز الطلب الفعال فهي بالشكل ده هو بشكل مباشر بتدعم الاستثمار. اشرف من الحته دي المجالات دي كانت تحت بند الحزمه التحفيزيه الاولى الثانيه يا فندم تقريبا برضو يعني طبقا للتصريحات اللي موجوده هي نفس الشيء تقريبا. يعني طبقا للكلام اللي بيتقال هو هيبقى فيه 4 مليار جنيه توصيل مرافق. كان الاول الحزمه الثانيه 30 يعني هو البعض بيقول انها حوالي 24 مليار، البعض بيقول 29، طبقا للارقام اللي قالها الدكتور زياد بتوصل لحوالي 40 مليار جنيه. طب هي المفروض على حسب المعلومات انه